السيدات والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد ليس ببعيد عن تطورات الأحداث التي شهدها الأردن منذ استشهاد القاضي رائد زعيتر وموقف النواب يوم أمس في التراجع عن طلباتهم تعود إلى الأفق مجددا الأحاديث عن العلاقة الأردنية الإسرائيلية وضرورة فتح إعادة فتح الملف وإعادة تقييمه بعقلانية وبلغة سياسية بعيدة عن التشنجات هذا الملف الذي لم نعد نفهم فيه شيئا فاليوم تصعود متبادل إما رسميا أو شعبيا وفي اليوم التالي حرص على المصلحة المشتركة بين الحكومات وطبات كثيرة تلك التي عاشتها هذه العلاقة منذ إعلانها رسميا بتوقيع معاهدة وادي عربة قبل عشرين عاما من اليوم تتداخل فيها الاستراتيجيات السياسية مع الملفات الراهنة ويسعى كل طرف إلى التأكيد على وجوده ابرز تطورات العلاقه الاردنيه الاسرائيليه في الاشهر السابقه في التقرير التالي. ما هو مستقبل العلاقات الاردنيه الاسرائيليه؟ سؤال بات يتردد بشكل كبير في مختلف الاوساط الاردنيه بعد سلسله الاحداث التي مرت بها الاردن خلال الاسبوع الماضي. وبالتحديد منذ استشهاد القاضي رائد زعيتر برصاص جندي اسرائيلي على جسر الملك حسين الفاصل بين الاراضي الفلسطينيه المحتله والمملكه. وبعد ان اصدرت الحكومه الاردنيه النواب البرلمان لآتها الثلاثه في جلسه الاستماع لردها حول مطالبهم بطرد السفير الاسرائيلي والافراج عن الجندي الاردني احمد الدجامسه وما جرى من احتجاجات واعتصامات عمت مختلف المناطق الاردنيه ابرزها امام مجلس النواب في العاصمه عمان. احتجاجا على تصويت النواب مع منح الثقه لحكومه الدكتور عبد الله لن يجد المتتبع لاراء المواطن الاردني اي ضبابيه حول توقعاتهم لمستقبل العلاقات بين الاردن واسرائيل في ضوء الاحداث الراهنه فالمعظم يجدها مستمرة بل في تصاعد خاصة مع خيبة الأمل التي تلقاها المواطن من جلسة مجلس النواب الخاصة باستشهاد القاضي رائد زعيتر والتي حملت مطالبا للنواب هي أصلا ذاتها مطالب الشعب الأردني بكافة فئاته راح تضلها علاقة منيحة بيناتهم لا راح يلغوا لا وادي عربة ولا راح يطردوا السفير لو شو ما صار في سياق متابعة العلاقات الأردنية الإسرائيلية منذ الماضي في عهد الراحل المغفور له جلاله الملك حسين وانتقالا للعلاقات ذاتها في عهد جلاله الملك عبد الله الثاني يرى الخبراء في الشؤون الاسرائيليه بان الاحداث الاخيره لم تاتي باي جديد في المستقبل القريب بل انها مستمره على ذات المنحى الثابت منذ عده سنوات. مستقبل العلاقه الاردنيه الاسرائيليه في ظل هذه الحكومه اليمينيه المتطرفه سيكون غامضا وسيكون لجوء الحكومة الاسرائيلية الى مزيد من الغطرسة مستقبل العلاقات الاردنية الاسرائيلية في نظر المواطن الاردني واضح وثابت في كافة الاوقات وهو استمرارها بشكل عادي دون النظر لاي حادث طارئ يمس بكرامة المواطن الاردني ولا حتى يعير مطالبه اي اهتمام. حافظ ابو صبره رؤيا الينا نضع العلاقه الاردنيه الاسرائيليه في الميزان ونتساءل من المستفيد منها وما هي ضرورات استمرارها من عدمه مع ضيوفنا الدكتور سعيد ذياب امين عام حزب الوحده الشعبيه والمهندس مروان فاعوري من حزب الوسط الاسلامي والكاتب والمحلل السياسي الزميل داود كتاب بعد الفصل اهلا بكم نبدا حوارنا الليلة وارحب بضيوفي الكرام امين عام حزب الوحده الشعبيه دكتور سعيد دياب اهلا بك شرف من بحضورك والمهندس مروان فعوري من حزب الوسط الاسلامي اهلا بك شرفنا بحضورك والكاتب والمحلل السياسي الزميل داود كتاب اهلا بك شرف من حضورك مهندس مروان بدي ابدا منك حقيقه وبدي اسمع منك تعليق على ما حدث منذ استشهاد القاضي زيتر وحتى يومي هذا لا شك في البداية أن لابد أن نترحم على روح الشهيد زعتر ونستذكر أن البوصلة التي تاهت خلال السنوات الأخيرة في تحديد من هو العدو فبعثرت العدو بين الإرهاب وبين التطرف وبين الإسلاميين وبين إيران الآن عادت البوصلة إلى إتجاهها الصحيح بين العدو هو العدو الصهيوني الإسرائيلي. الذي يقتل بلا خلق، يقتل بلا رحمه، يسترخص الدم العربي باي شكل من الاشكال هذا الحدث وحد الشعب الاردني بغض النظر عن الاداءات السياسيه وحد الامه العربيه كلها بكل مكوناتها وحد الشعب الاردني والشعب الفلسطيني. في ضروره مناهضه المشروع الصهيوني على اعتبار انه التحدي الاكبر لهذه الامه. لا شك ان اداء الحكومه واداء مجلس النواب كان دون الامل المطلوب وانا اعتقد ما حدث يشكل حاله انتحار جماعي كانت في لمجلس النواب وللحكومه على حد سواء لم يدفع الكل باتجاه حل عقلاني، لم يكن المطلوب هو الغاء اتفاقيه السلام. مرسي لما صار في مصر ما الغى اتفاقيته مع الإسرائيلية لانه في معادلات دوليه وهذه المعادلات مختله لكن كان مفروض ان يكون على الاقل حل كريم يخرج الحكومه ويخرج مجلس النواب على الاقل الافراج عن الجندي البطل احمد الدجامس. نعم طيب دكتور سعيد اسمع وجهه نظرك بمجريات الايام الماضيه يعني هو أه والله مساء الخير لك كل الاخوان الكرام انا باعتقادي انه الحادث كشف عن مسائل جدا مهمه في بالنسبه لنا كمجتمع وكدوله وكحكم كشفت اولا ان هذا العدو لا يراعي اي شيء وفي هناك نوع من العنجهيه يعني لا. ليست الموضوع كان في نوع من العنجهية والاستعلاء في التعامل مع الدولة الأردنية حتى وإن كانت هذه الدولة تمتلك اتفاقية سلام بينها وبينه والموضوع الأخرى كشفت ضعف الدولة وهشاشتها أمام هذا الدولة الأردنية أقصد أمام هذا العدو المتغطرس وبالتالي خلقت حاله من الارباك الشديد داخل الدوله، عنوان هذا الارباك ان هناك غضب شعبي اردني عارم. بالمقابل كان هناك حاله من التراخي وصلت حاله يعني هذا التراخي وصل الى درجه يعني الابتذال في المستوى التراخي من قبل الحكومه. اولا من زاويتين، الزاويه الاولى الحكومة لم يكن لها وجهة نظر ولا رواية ولا شيء بل بالعكس يعني وزير الإعلام بيطلع علينا وبيتبنى الرواية الإسرائيلية أنه هي مشاجرة لا. ثم تعرف تتطور الأحداث ويتراجعوا لا وإحنا كحكومة بنسجل موقف ومن آخر ذلك حتى مارست الحكومة أسلوبا من الزاوية حتى الإعلامية في تضليل للرأي العام الأردني والمجلس النواب لما صاروا يحكوا أنه في اعتذار والواقع لم يكن لا اعتذار ولا شيء كان فيه نوع من الأسف رح نحكي و... عن هذا الموضوع آه، لا أنا أقصد عنه. هذا المناخ م. كان يعكس حالتين ضعف وعجز شديد لافت للنظر للدولة ثم هناك صلف إسرائيلي منقطع النظير مم. واستهتار بالنسبة للحال الأردني هذا إذا بدل القصة بهذا الموضوع طيب ليس دفاعا ولكن توضيحا أنه معالي دكتور محمد المومني كان في مداخلة هاتفية وأكد أنه هو لم يتبنى رواية إسرائيل لكنه هو الرواية الإسرائيلية وصلت الحكومة أنها مشاجرة هو لم يقل أننا نتبنى هو, هو, ذكر هو ما ورد له فقط من معلومات <applause> استاذ داوود اسمع وجهه نظرك باحداث الايام الاخيره يعني قبل اسبوعين من استشهاد القاضي م. منظمه امنستي العفو الدولي اصدرت تقرير كثير مهم عن قتل العمد خلال السنه الماضيه في فلسطين او في فلسطين المحتله م. واظهر هذا القتل العمد اللي اعتبروه هم جريمه حرب انه في افلات من العقاب للاسرائيليين يعني بقتلوا الفلسطيني وما بتعاقبوا نعم أه انا حسب رايي اللي صار رد الفعل الاردني والعربي لما حدث القاضي حسب رايي افرز انه في دوله مهتمه بغض النظر الخلافات الداخليه لكن في اهتمام اجبر الطرف الاسرائيلي على انه يتعامل معه بغض النظر اعتذار للاسف الاخير كان في تعامل معه موافقه على لجنه مشتركه هاي الامور جيده انا حسب رايي هناك الفرص الاستفاده وتحسين شروط المطالبات من الجانب الاسرائيلي اذا كان هناك توحد بين الشعب والبرلمان والحكومه وجلاله الملك على مطالب محدده وممكن هاي المطالب يتم تحقيقها وممكن انتزاعها من الطرف الاسرائيلي بناء على تجارب أردوغان تجارب جلاله الملك حسين مع قضيه خالد مشعل ممكن انتزاع قضيه لكن هناك حاجه انه يكون الشعب والحكومه والبرلمان والديوان موحدين بهدف واحد وانت ذكرت ذلك في ثلاث مطالب مطالب اساسيه يمكن انتزاعها من اسرائيل وهي مقال كتبتها بقلمك ورح نتطرق لها اكيد عده مواضيع منها لكن انا عشان ندخل في الموضوع والعلاقات الاردنيه الاسرائيليه بدنا صراحه بدنا تعريف اين تبدا المصلحه المشتركه اصلا في العلاقه الاردنيه الاسرائيليه واين تنتهي مهندس مروان الحقيقه يعني العلاقه العربيه الاسرائيليه وجزء منها العلاقه الاردنيه هي زواج بالاكراه <applause> ولا شك ان اسرائيل تعلم والمجتمع الدولي كله يعلم ان اسرائيل ستبقى رغم كل المعاهدات ورغم كل المواثيق التي ابرمت نتيجه حاله اختلال في موازين القوى بين العرب وبين اسرائيل ستبقى جسم غريب معتدي على ارض عربيه اسلاميه وهي فلسطين نعم <applause> ولكن هناك خيارات وهناك ضرورات هناك ضرورات للانظمه في من خلال توقيع الاتفاقيات التي تفرضها كما قلت حاله معينه وهناك خيارات للقوى الحية والشعوب والاحزاب السياسية في ان تقول الحقيقة وتتعامل بحريتها نحن لا. نعتقد كجزء من القوى الشعبية والاحزاب السياسية ان هذا الكيان الطارئ على هذه الامة لا يمكن ان يدمج في جسد الامة العربية ولا يمكن ان يعترف فيه لكن هناك مصالح مشتركة ضمن المظلة الدولية الان هذه المصالح للاسف مطلوب من الدول العربية ان تحترمها لكن اسرائيل مستثنى تماما من أي التزام بأي قانون دولي مستثنى من الالتزام بالمواثيق الدولية السائح الإسرائيلي بيجي بقتل شرطي لا يتم يعني معاقبتهم ولا يتم توقيفهم الجند الإسرائيلي بدم بارد بقتل قاضي أعزل لا يعني لا نية لديه باستخدام العنف ولا يحاسب جولدشتاين دخل على الحرم الإبراهيمي قتل أكثر من 45 مصلي في الفجر هيو الآن بين أمريكا وبين كندا وبعمل حوارات وندوات دولية وأصبح منظر أه بعتقد يعني هذه القضية اللي إسرائيل تحاول ان تتذاكى على العالم العربي وعلى الدول العربيه بانه كل واحد بيرتكب جريمه بيطلع بالاخير مجنون، اذا حرق الاقصى مجنون، واذا دخل على هذا مختل نفسيا. هذه القضيه يعني تؤكد انه هذا العدو الحقيقي الذي يجب ان تتجه العقيده القتاليه للجيوش العربيه وللشعوب العربيه باتجاه تصنيف هذا آه كعدو رئيسي مم. ولا مجال في ظني نعم. لعلاقات متوازنة حقيقية ستبقى العلاقات في حدها الأدنى في الانتيفريز في درجة تجميد عالية جدا جميل. لكن لن يكون ولن يكتب لهذه العلاقات آه القبول لأن الشعوب العربية تعلم أن هذا عدو معتدي مغتصب طيب. ماشي. اسمع اسمع وجه سعيد لكن نختصر في وقت شوي حتى نقدر نتطرق لكل المحاور لانه عندنا يعني بدنا نحكي عن معاهدة وادي عربه وبدنا عن مقالات نشرت في الصحف العبريه المختلفه وحجم الاستفاده اردنيا حقيقه من كل المعاهدات الموقعه وحجم التنسيق المشترك بين الاردن وبين اسرائيل، المصلحه المشتركه اين يعني تبدا وان تنتهي بين الاردن واسرائيل اليوم. لا اعتقد ان هناك مصلحه مشتركه بين الاردن و... وإسرائيل ويجب أن يكون هذا واضحا وأي مم. حديث عن وجود مصلحة مشتركة بينه وبين مم. إسرائيل بدي يطرع علامة استفهام على الشخص الذي يقول هذا الكلام وعلى من يتبناه لأنه هذا بيحدث خلل في مفهومنا وفي نظرة إلنا لطبيعة العدو الصهيوني هذا العدو الصهيوني بنيته طبيعته هو مشروع استعماري استيطاني كونه مشروع استعماري استيطاني اذا هو ينطلق من الغاء الاخر نعم هل الالغاء الاخر سواء كان بفهمه بالمعنى الجسدي بالمعنى السياسي بالتعامل الاستعلائي هذه فلسفته أي حديث غير هيك هو قفز على هذا الواقع وإيهام الناس أننا يمكن أن نتعامل مع هذا العدو كاعتباره حركة أخرى قومية وهذا غير ممكن لأنه هو نفس العدو يتعامل حتى هذه اللحظة من منظار الحركة الاستعمارية الاستيطانية وبالتالي الحديث هو تزوير. هو تزوير للواقع تزوير للواقع ونوع من التبرير لحالة الاستسلام لهذا العدو وهذا ممكن أحكي بأي سياق لاحقا كيف جاءت اتفاقية وادي عربة وبالتالي أنا لا أفهم أن هناك مصلحة ولا يمكن. لا يمكن ولا يمكن لأنه جميل. الا انت لما نحكي نقول هذا مشروع استيطاني استعماري في عندك في مواجهته مشروع نهوض عربي هذول المشروعين بتناقضوا بمعنى لا يكتب النجاح لواحد ابو بدي يكون نجاح واحد منه على حساب الاخر هذه حكوة البحث عن شيء مشترك بين مصلحة أردني أنا شخصيا لا لا تراها مجوهة. موجودة دور صادم. ما لقاش الدكتور سيد طيب. يعني بدك في مبارزة إيديولوجية هلأ إذا بدكم مبارزة إيديولوجية كلنا ممكن ندخل مبارزة في واقع في <applause> اتفاقيه وفي واقع اليم هو 46 سنه من الاحتلال الضفه الغربيه غير عن, عن التشتيت وعن الهجره من من النكبه <applause> هون في واقع لازم نحن نتعامل معه انا شايف انه شوي بدا النقاش ياخذ جانب كثير ايديولوجي انا انا رايي في عندنا واقع ما نقدرش نحن ننكر الواقع انه في احتلال وهذا الاحتلال انا بوافق على موضوع العنجهيه الاسرائيليه وانا بظن يعني الشهيد يمكن عانى بسبب هاي العنجهيه لانه كل اللياتنا المتعودين متعودين ننزل على الجسر نعرف انه في اللحظه اللي بتدخل فيها الجسر ببين الاسرائيلي بعنصريته بعنجهيته بمحاولته انه يسيطر على على الناس مع معظم الناس يعني اليوم بفلسطين المحتله بيتجنبوا اي اشتباك مع الاسرائيليين انا بقول لك انا بحترم بارودتك يعني انا بقدرش على بارودتك فانا بمشي عندنا القاضي الشهيد يعني عنده كرامه ومتعود على كرامته نزل على الجسر لاسباب شخصيه عائليه ما قدر يتحمل يعني قال له الجندي زيح ما الى اخره مش هذا المهم المهم انه في وضع غير حقيقي يعني في في علاقة محتل للمحتلين وأنا حسب رأيي أي معالجة للي صار في قضية الشهيد يجب أن تحاول ولو بصورة شكلية إزاحة هذا الاشتباك الاشتباك الغير متوازي بين محتل معه برودة ومعه سلاح وبين ناس عزل وهذه هي لب المشكله كل انسان بينزل على فلسطين بيقطع جسر الملك حسين بترك الراحه والاحترام من الجانب الاردني بدخل على الجانب الاسرائيلي وبكشر فيه الجندي الاسرائيلي بتحكم فيه بحط البارودة بوجهه بقول له روح على اليمين روح على الشمال ناس صارت تعودت تروضت للاسف لانه 46 سنه احتلال تروضت اخونا والشهيد قاضي محترم داخل لسبب عائلي ما تحمل هذا الوضع فصار اللي صار واستشهد من وراء انا حسب رايي يجب معالجه هذا الخلل في قضيه تنقل الفلسطيني والاردني والعربي من الضفه الشرقيه الى الضفه الغربيه بحيث انه لغايه وجود انتهاء هذا الاحتلال لازم تكون هاي العلاقه ووجود العربي في الطرف الاخر يجب يكون في احترام هذا الوضع يعني حتى اسال اي ضباط على الجسر الاردني بقول لك الطرف الاسرائيلي حتى يعني بيتحكموا اي ساعه بيفتح الجسر اي ساعه بسكر لا بدنا اياه 8 ساعات لا 9 ساعات عندنا اليوم عيد مش عارف شو فلازم نخرج من هذا الوضع الغير متكافئ وانا حسب رايي اتفاقيه وادي عربه ما عالجت هذا الموضوع وتركت للاسرائيليين للاسف انه يتحكموا في موضوع الجسر وصار اللي صار طيب احنا العلاقه بس بسيط لك انت يعني انا بجوز بختلف شوي مع الاخ داود هو بيتحدث انه طرحنا كان ايديولوجي وبدنا نعترف بالواقع يعني كاننا بنقول اذا مش كنت مغتصبا بدي أنا هذا الواقع اذا كنت مغتصبا فلتكن مستمتعا يعني هذا لا هو الحل. لا لا انا لا بعتقد لا. انه الحقيقه ان هذا يعني العدو يجب ان تبقى الروح المعنويه للامه وضمير الامه يعرف ان هذا هو العدو الحقيقي طبعا ضرورات الدول يمكن ان تتعامل بحدود معينه لكن اسرائيل تريد ان تهضم العالم العربي كله من المغرب الى المشرق ليسير في خط واحد وهو خط مقاومة الإرهاب الإسلامي. طيب. هذا يعني هو خط التعاون م. الوحيد المطلوب تسمح لي لكن أن تفيدنا إسرائيل في شيء يعني ممكن ب ب ب يعني حتى نكون واقعيين أيضاً كما ذكر الأستاذ داود لكن ونحكي بواقعية إحنا في عنا معاهدة موقعة يعني بوضوح معاهدة وادي عربه يعني هي التي تنظم العلاقة وهي اللي ب ب ب ب بتوضح المصلحة بين الأردن وإسرائيل. أليس كذلك؟ تفضل طبعاً. يا سيدي أنا بعرف أنه في معاهدة لكن هذه المعاهدة كتبت بشرط القوي على الضعيف، م. ولم تكن الأمور بحالة من التوازن الذي يمكن الأردن أو يمكن مصر أو يمكن الدول العربية من أن تكون قادرة على فرض شروطها، إسرائيل والدول الغربية كانت تساندها وكلنا نعرف أن جوليبو جلبا يعني كما قال القائل إلى مدريد بعد انهيار العراق السند والظهير للأمة العربية فكانت إسرائيل هي القوة المتحكمة معاهدة السلام وضعت لتفتح الاسواق العربيه امام البضائع الاسرائيليه فتحت لتفتح مجال للتعاون الامني بين اسرائيل وبين كل الدول العربيه في التصدي للارهاب الاسلامي هم عندهم كابوس اسمه القوى الحيه في الامه اللي بتناهض المشروع الصهيوني بالتالي هم يريدوا ان يستقوا ويحولوا البوصله في العالم العربي بدل ما تكون البوصله والمدافع متجهه نحو اسرائيل تصبح متجهه نحو الشعوب ولذلك بدات تضغط لتقليل من اهتمام الجيوش العرب الدول العربيه بجيوشها والتركيز على البعد الامني وزياده الدرك وما الى ذلك اسرائيل تحاول من خلال المساعدات ايضا التي تتدخل فيها من خلال الولايات المتحدة أو من خلال بعض الدول الغربية أن تبرمج الأوضاع في المناهج الدراسية أيضا في العالم العربي بتقليل حالة العدائية، هل يمكننا أن نفتح الأسواق الإسرائيلية أمام البضائع العربية؟ هل يمكننا أن نغير في مناهج التدريس في داخل المدارس الدينية المتعصبة التي تخرج أمثال جولدشتاين وأمثال من حرق الأقصى؟ لا يمكن إسرائيل تريد أن يكون التعاون باتجاه واحد ون وي فقط طيب دكتور سعيد هناك من يرى أنه والله اتفاقيات كاتفاق أو كمعاهدات كمعاهد هي مصلحة أردنية واتفاق السلام هي مصلحة فلسطينية وحتى على بعض الأصوات في, في إسرائيل تقول أنه خطفت خطفا هذه المعاهدات ويجب أن توقف لأنه والله إحنا يعني إسرائيل هي المتورطة في الاتفاق وليس الأردن وليست فلسطين كيف تقرا انت المعاهده؟ هو بس كلمتين على قضيه المساجله الايديولوجيه هو أنا في فرق استاذ داوود بين انه لا ما بدي ادخل بمساجله ايديولوجيه بين القراءه الايديولوجيه الفكريه لطبيعه المشروع الصهيوني وما بين القراءه او توصيف الواقعي للحال هذا اللي تفضلته وبالتالي يعني لا يعني ان تتحدث عن او توصف واقعيا ان تتصادم معي بالضروره لا ايديولوجيا ما هو انا اقصد لما بتقول انا ما بدنا ندخل مساجله وكانك ترفض الرؤيه الايديولوجيه هل هاي مساله اخرى يعني هون هاي حتى ندرك جيدا طيب. الان ندخل بطبيعه المعاهده المعاهده الاردنيه الاسرائيليه اجت في سياق ظرف تاريخي عنوانه انهيار رسمي عربي بدا هذا الانهيار الرسمي العربي باتفاقيه كم ديفيد ثم تلاه كما تعرفون مؤتمر مدريد ثم اتفاقيه اوسلو ثم وادي عربه المشكله الحقيقه لو كان مضبوط فقط خلل في موازين القوى لكان في رؤية التعامل من الطرف نسبيا المنهزم قدر الامكان ما بن بيستسلم الى الدرجه انه ينبطح كامل او يهرول امام العدو. شوفوا ما بعد ما بعد توقيع اتفاقيه وادي عربه، جرى بالعالم العربي حاله انهيار غير معهوده غير مسبوقه، مؤتمرات الشرق اوسط وشمال افريقيا الاقتصاديه، كانت الدول العربيه تتسابق، الاردن ومصر كانوا يتنافسوا مين بده يحقق المؤتمر عنده، هذا المؤتمر بوجود اسرائيلي وبالتالي بدأت هناك سياسه طوعيه عربي بفتح مكاتب وممثليات واستقبال الوفود الاسرائيليه لدمجها في الوطن العربي، اذا هناك فرق لمن يدعي أن الاتفاقية جاءت لحماية الأردن أو مصلحة أردنية وما بين هذا التناغم الشديد بين السياسة الأردنية وما بين الرؤية الإسرائيلية والأمريكية، الذي جرى ببساطة لم تحقق لنا الاتفاقية شيء، أنا بتصوري أن الاتفاقية وكأنها شرعت ما كان سائدا سابقا بمعنى اللقاءات التي كانت تتم بالسر بدأت تظهر إلى العلن وبالتالي أصبح هناك أصبحت تأخذ طابع التشريع مش بس فقط وأصبحت تأخذ طريقها للتبرير إنه والله الظروف مم. وإلى خذال وموازين القوى في الاتفاق الآن الاتفاق اسمح لي, اسمح لي في الاتفاق رسمنا حدود وأخذنا حصتنا المائية وألغينا فكر ومنعنا فكر الوطن البديل فتحنا ملف اللاجئين هذا أمور حققته الاتفاقية هذا يعني المدافع المدافعون يعني أنا شوف لك لك إحنا اذا بدنا نحكي بوضوح شديد هذه كلها سواليف حصيدي مع احترامي يعني لمن يقول دعك من, من هذا نتفه الميه بدنا شيءهم لانه هذا كذب هذا كذب من من الذي جرى الذي جرى على فكره سنه الاردن سنه سيئه لما بتوافق على تاجير ارض اردنيه لمده 25 سنه هذا الذي يجب أن يعرف المواطن الأردني وسنت الاتفاقية السنة سيئة كذلك لما قبلت الاتفاقية الأردنية بتوطين اللاجئين وهذا الذي يجب أن يعرف الأردني ويعرف كل من شارك في القرار بالمناسبة يحاول بعض حتى صناع القرار بالأردن أن يتجاهلوا هذه الحقيقة شيء مؤسف أنا شخصيا كنت مشارك ابن رئيس وزراء سابق يدعي أنه, أنه مش موجود باتفاقية وادي عربة نص لتوطين اللاجئين هذا شكل أشكال الخداع المواطن الأردني هذه الاتفاقية شرعت ببساطة ببساطة للاتفاف على حق العودة مبكرا من عام 94 هذه شرعت لعملية تأجير الأرض هذه شرعت لم تلغي اللي قال لك تلغت أطماع إسرائيل م. بالأردن وطن بديل هذا حكي مش مزبوط. وفد من مجموعة من الكنيسة الإسرائيلية يجوا على الأردن من اللي كود. وهم مروحين يغنوا يقولوا للاردن ضفتان، ضفة لنا والاخرى لنا. نتنياهو الذي يحكم الان يقول ان الاردن هو من جزء من فلسطين وانه هاي حقوقنا فيه، لا تزال العقليه يعني احنا بالمناسبه طيب. انا لما بحكي ايديولوجيا اسمح, اسمح لي دكتور اسمح, اسمح لي دقيقه أوه. عشان بس نقدر نوزع، انا مم. اعتقد في هذه النقطه واضحه تماما الصوره، اسمع رايك استاذ داوود، يعني المعاهده أنا لم أنا تحقق شيء. أنا في وضع لا يحسد عليه يعني أنا بين اثنين <applause> إيديولوجيين يساري وإسلامي وأنا جايب كمحلل يعني أنا بحلل الأمور كما ارى أرجوك أرجوك ولا يعني ما بدي حسب علي أنا مش أنا سجال لا, لا طبعا أنا جاي أحلل كما أرى الوضع السياسي الاردني الأردن لكن كل الاحترام أكيد وهذا اللي بدي يبين أنا يعني ما عندي واضح. موقف لا معارض لحق العودة بالعكس أنا مع حق العودة وأؤمن في هذا الكلام وأكتب هذا الكلام الواقع هو اللي أنا بحكيه في في ميزان قوة مش لصالحنا ويجب أن نحن نحشد كل الإمكانيات من جهة الجهة العربية لتحسين ميزان القوة يعني أنا خلينا نرجع نحكي ما ما جرب الأسبوع الماضي أنا حسب رأيي صار في خطأ الدول لما يصير في أي اعتداء على مواطنها خارج البلد تتوحد كلياتها يعني حتى المثل العربي يقول لك أنا وأخوي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب طب اللي صار في الاردن وانا يعني باسف اللي صار في البرلمان امبارح ما كان وحده وطنيه حقيقيه اللي امام هذا العدو يعني صار في صار في, صار في صراع داخلي صار في صراع قوى صار في تسجيل مواقف من كل الاطراف فانا حسب رايي لازم يتم الاستفاده من فرص يعني في مثل صيني بيعتبر انه أي حادث هو فرصة كمان أنت تأخذ مكسب جلالة الملك حسين لما صار محاولة قتل خادم مشعل أخذ مكاسب فهنا في فرصة تاريخية حسب رايي الجانب الاردني يتوحد وراء موقف واحد وياخذ فرص اما نحط اللي تسع مطالب واطلاق سراح سجناء الاردنيين والفلسطينيين واطلاق انهاء وادي عرب والاخرى هي حلو وكلها مطالب ممتازه وكلنا متفقين عليها لكن لازم يكون في سياسه فن الممكن وانتم في البرلمان بتعرفوا السياسي فن الممكن وين اشياء ممكن نحن ناخذها نحسن وضع الوضع المواطنين انا حسب رايي اذا نجحت نجح الجانب الاردني في تغيير المعادله على جسر الملك حسين في الجانب الاسرائيلي والغاء الذل والبهدله اللي بيصير لكل مواطن اردني اردني من اصل فلسطيني فلسطيني بيقطع الجسر الكل بيلاحظ انه في محاوله واضحه لتحجيم ولارهاب المواطن عشان هو يكون عبد للاحتلال الاسرائيلي هذه المعادله يجب ان تتوقف وهذه فرصه لنا في قبل 2000 كان الشرطه الفلسطينيه موجودين على الجسر كان الجانب الاسرائيلي المحتل الاسرائيلي وراء زجاج مرايه لاتجاه واحد لانه كان ياسر عرفات طلب انه ما بيصير احتكاك حتى ما بدي اشوف الجندي الاسرائيلي وفعلا تم تحقيق هذا المطلب لكن بعد الانتفاضه الثانيه الاسرائيليين طردوا الشرطه الفلسطينيه وجاء خارطه الطريق اللي الأردن كانت من الداعين لها طلبت بعوده الشرطه الفلسطينيه نعم. انا حسب رايي مطلب منطقي ومعقول وممكن تحقيقه هو عوده الشرطه الفلسطينيه الى جسر الملك حسين من الجانب الضفه الغربيه مهم. ووضع الاسرائيليين لغايه انهاء الاحتلال طبعا نحن بدنا ننهي الاحتلال بس 40 سنه فيعني في بدون ما نزود على بعض على الاقل نحن نخفف المعاناه المواطنين كان الجسر مفتوح 24 ساعه هلا مفتوح 8 ساعات والناس بتكون تستنى بالدور وبتكون تعبانه وغضبانه والى اخره ففي مكاسب ممكن نحن نكسبها و يصير في وحده وطنيه حقيقيه في الاردن لا زي ما انت حكيت لانه في عدو واحد الكل عارف مين هو طيب اذا احنا بدنا نحكي صراحه كيف نستغل الموقف نطور نحسن ظروف العلاقة الأردنية الإسرائيلية إسرائيل ماذا تقول الأردن ماذا يقول كل ذلك سنتابع الحوار فيه لكن بعد الفصل أهلاً بكم من جديد متابع حوارنا وضيوفنا الكرام والحقيقة يعني مهندس مروان في بعض التعليقات والأراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مصيرنا كعرب كيف سيكون عندما تكون ظروفنا لا تسمح وماجد تسأل هل الأردن والدول العربية قادرة على إعلان الجهاد على إسرائيل؟ جاوبني على سؤال ماجد أنت كرمت لا سؤال سؤال هل الأردن والدول العربية قادرة على إعلان الجهاد على إسرائيل؟ يا سيدي احنا الان في اعتراف كامل ان هناك خلل في موازين القوى وليس المطلوب ان تعلن الجهاد على اسرائيل، لكن في ضوء السقف المتاح يعني انا بعتقد انه مجلس النواب اسدى خدمه وقدم معروف كبير جدا للدوله للحكومه قوى موقفها باتجاه حل مشرف لهذه القضيه لا يتمثل هذا الحل لا بسحب السفراء ولا بالغاء الاتفاقيه على الاقل وحده بوحده انه بيطلع هالجندي وبتنفس هالشارع بترضي الناس انا اسمح لي هون لا أن من... بعض الصحف الاسرائيليه شو ذكرت الصحف العبريه ان المصالح الامنيه المشتركه بين اسرائيل والاردن سوف تطغى على الاصوات التي تطالب بالغاء اتفاقيات السلام بين البلدين هذا 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 هي صحيفه تايمز اوف الاسرائيليه في في صحيفه اخرى ايضا سخرت من وهي صحيفه من اوسع الصحف انتشارا من دعوه البرلمان الاردني طرد أسافير الاسرائيلي من عمان في عقاب حادثه استشهاد القاضي زعتر، هذا هذا كلام الصحف الاسرائيليه ما في ما في يعني ابدا هناك مصالح امنيه مشتركه لن تسمح بالغاء الاتفاقيات وهناك سخريه من الدعوه لطرد السفير يعني هنا انا بعتقد انه مطلوب من الدوله الاردنيه ان يكون التعامل بالمثل وان لا تكون الساحه الاردنيه مفتوحه للتعاون الأمني مع الإسرائيليين لأنه هم لهم أجندة خاصة ولهم مصالح يريدون أن يحققوها على حساب الأردن وعلى حساب المنطقة العربية ككل من خلال الاختراق الاقتصادي ومن خلال الاختراق التربوي ومن خلال القيم الاجتماعية ونشر المخدرات وتدمير الشباب يعني أيضا الاختراق الأمني الآن باتجاه حرف البوصلة لاعتبار الحركات الجهادية اللي تقاتل إسرائيل اعتبارها حركات إرهابية أنا أعتقد أنه إحنا يعني هذا التعاون الأمني يجب أن يكون محكوما بمصالح أردنية وبأجندة أردنية وأن يكون بقدر ما يحقق الاستقرار في المنطقة لا بقدر ما يحقق مصالح إسرائيل وأنا بعتقد أنه هذه العنجهية اللي بتحدثوا فيها لسه بتحدثوا بأكثر بقول لك أنه في تعاون أمني وفي زيارات متبادلة وفي وفود مشتركة هذا الأمر يجب أن لا يكون الطرف المستفيد منه هي إسرائيل بقدر ما هي الأردن لكن أنا بعتقد أنه إحنا مفروض أن نكون واثقين من أنفسنا أنه قادرين على رغم حاله الضعف قادرين على ازعاج اسرائيل عندنا جبهه طويله 650 كم لا. اعتقد انه احنا نمارس يعني عمليه ضبط لهذه الحدود بشكل كبير جدا اسرائيل هي المستفيد الاول من هذه العمليه مش الاردن المستفيده فيه وبالتالي هذه ورقه قويه جدا يمكن ان تضغط من خلالها الاردن على اسرائيل لتحقيق مطالب بالدوله الاردنيه ولما ضغط الملك حسين على قضيه خالد مشعل وقال الاتفاقيه في كفه وحياة خالد مشعل في كفه كان الملك حسين يعرف أنه في بيده أوراق بيقدر يضغط فيها على إسرائيل والظروف كانت نفس الظروف كان و... عندهم وقتها كان مسكين الجواسيس و... يا سيدي عندك مية جاسوس بتقدر تمسكهم هي السفارة بتعج في الجواسيس وبيجوا بجنسيات كندية وإذا وصلوا تعدونا من هون راحوا يبقى على, على شو اسمه عند خلفان الله خلفان فهم مخترقين <applause> العالم العربي كله مش القصه انه عندك جواسيس ولا ما إيش لكن انا بعتقد انه الاراده والثقه بالنفس في اننا نريد فعلا ان نضغط وان نتعامل معهم ندا لند ومثل للي. بمثل. طيب اسمع دكتور سعيد تعقيبك وايضا مما نشر دور البرلمان في النظام السياسي الاردني لا يتجاوز التنفيس عن غضب الجمهور الاردني. هو <applause> من المؤكد كل السياسه الرسميه <applause> كل شغلها فقط تنفيذ حالة الاحتقان دون أن يتقدموا خطوة واحدة شوف إحنا لو عندنا رؤية كثير من القضايا ممكن نعالج بس ما في رؤية أو إن وجدت الرؤية هي اللي تخالف الاتجاه الشعبي والناس يعني أنا مضبوط بجزء أتفق مع الأستاذ داود أنه الناس تتوحد في المصائب بس هذا وين؟ لو كانت في هناك حكومة فعلا رشيدة قادرة تبلور مباشرة موقف وطني محدد بعيد عن المزاوده وبعيد عن الاستسلام، تقول سنتعامل مع الدم الاردني بواحد اثنين ثلاث اربعه ولكن للاسف الشديد بمعنى غياب موقف انا ليش بدي اقف وراء حكومه الدكتور عبد الله منصور؟ ما دام فيش موقف بالحد الادنى ممكن تحكي الحكومه عن مساله كيف تسهل عمليه التطبيع مع العدو الاسرائيلي. ليش أسهل أنا عملية التطبيع بالحدود الدنيا التطبيع الشعبي ثم تقنن عملية التطبيع الرسمي في قضايا كثيرة دون أن تحدث زلزال حتى في التزامات الدولية إذا كان البعض يسخر من المطالب التي تقول انه والله شو الغاء الاتفاق احنا مصلحه اردنيه ولا نستطيع الغاء طيب <applause> كويس المطالب اكبر من أكبر, أكبر, اكبر ولا نستطيع نستطيع التعامل إيه؟ مع هذا الكلام إيه؟ رئيس الوزراء ماشي الحال ما انا بقول لك اذا كان هذا الكلام يكون كويس ما هي المطالب التي يمكن أن تقدمها حكومه بدرجه عاليه من المسؤوليه وتقنع الشارع الاردني لكن للاسف لم تقدم شيء هذا هذا الموقف السلبي من الحكومة هو اللي أحدث حالة ما بين الأفورية حالة الفوران لدى الشارع ثم الإحباط كذلك اللي بيعيشه الشارع الأردني يجب أن ندرك جين في مس فيش غيار أنت لما تفقد إرادي نعم لا لا تكون أمورك كلها فلتانة أنا يعني اللي تفضلت فيه تسهيل التعامل وكذا مفروض انه يتم يحصل في الجسر وكل هذه القضايا بس هذه القضايا استاذ الكريم كان ممكن نفس الحكومه اول بأول لما تتراجع اسرائيل ما تترك هذه القضايا بس بصدق اقول لك في هناك طواعي يعني هو استعمل لك اغتصاب مع استمتاع في مستمتعين للاغتصاب هذا الحكومه بصراحة الحكومه بمعنى كل مؤسساتها مستمتعه لما يجري معها من قبل سي في حالة لذة منقطعة النظير لهذا السبب ولا هو بيستطيع الحكومة تيجي تقول لك انه هذه القضايا لا مخالفة لما اتفقنا عليه اوكي انا بعرف واعي جيدا طبيعة اسرائيل وطبع هذا الكيان وقوته ونفوذه لكن كمان انا بقدر كمان فعلا عناصر قوة حتى اللي بيتكلموا عن التنسيق الامني هو لماذا يتكلم؟ لأنهم بيعرفوا ان هناك تنسيقا امنيا اسرائيليا عربيا اردنيا في هذا القضايا موجود لهذا السبب بيحكوا انه رح نتجاوز هذا الموضوع لكن لو كانت هناك جديه حقيقة لا انا ما بقدم هذا التنسيق الامني هيك مجانا طيب طبعا انا موقفنا معروف انا ضد الاتفاقيه، لكن اذا اردنا بمعنى نجزئ المشكله لا هناك اوراق عده يجب ان تستطيع ان تحافظ طيب. على كرامه الاردن كدوله مم. هذا جميل. اللي قصدته طيب استاذ داوود انت ذكرت ثلاث مطالب اساسيه يمكن انتزاعها، الاولى كانت اعتذار مباشر علني لا لبس فيه حول الحادث النكراء واهم تبعات الاعتذار هو التعويض طبعا وذكرت أيضا منع وقوع مثل هذه الجريمة في مقالك اللي عنونته بثلاث مطالب أساسية توضحنا إياهم بداية بعجالة أرجوك يعني أنا استفدت من تجربة الأتراك مع الاسرائيليين اتراك عضاء في ناتو في في كان حلف عسكري بين اسرائيل وتركيا لما اعتدوا على السفينه اللي كانت تحاول تكسر الحصار في غزه اردوغان حط شروط مماثله اللي هو اعتذار تعويض وفك الحصار عن غزه، انا حاولت اخذ نفس الفكره لكن تطبيق محلي، اعتذار علني تعويض اسرائيل عوضت 20 مليون عن عن القتلى الشهداء الاتراك وفك الحصار، طبعا لا يزال الحصار على غزه ولم تنجح تركيا بفك الحصار ولذلك لم يعود السفير التركي الى الى تل ابيب. في حين يعني أنا في مقالتي قلت أنه لا بأس استدعاء سفير الأردني من تل أبيب لأنه هذا أي دولة بتستدعي سفيرها هذا لا يقطع العلاقات ولا يضر أنا بدي أستفسر أنا بدي أتشاور معك خليه يأخذ إجازة خليه يقعد له ينزل على عابي يرتاح تقدر أنت تسوي بعض الخطوات اللي أنت تبعث رسالة قوية للطرف الآخر لكن الأهم بالنسبة إلي هو كيف نحن ممكن الشعب اللي بينزل وبروح بيجي على الجسر واللي بيعاني انه تتغير المعادله وهذه هو اللي انا بظن انه ممكن يكون فيها فايده حقيقيه تتغير المعادله على الجسر اي بلد في العالم توصل المطار ما في جنود بيستنوك انت طالع من بلدك وفي تفتيش في بلدك زي ما في على الجسر الطرف الاخر مش لازم يستقبلك بناس حاملين يعني سلاح اوتوماتيكي لازم يكون في معامله بالمثل بطريقه حضريه على الاقل على الجسر يعني هذه ابسط الامور فتح الجسر 24 ساعه تخفيف من معاناه الناس هذه قد تعطي للناس نظرة إيجابية لا يعني ذلك أنه راح تحل كل شيء طبعا يعني في احتلال وفي سيطان وفي اغتصاب للأرض هذه كلها موجودة لكن انا حسب رايي في مكاسب حقيقيه ممكن اكتسابها طبعا لازم يكون في محاكمه ومحاكمه عادله ويتم سجن القاتل لانه اسرائيل بتكذب انه بتقول الكاميرات ما كانتش تشتغل يعني بعرفش اذا الناس بتعرف المنطقه اللي صارت فيها الحادثه الباص بدخل بناء على اوامر من وراء غرفه التحكم معتمده على الكاميرات يعني في اسرائيليه جنديه وراها كاميرات بتشوف الحافله اذا اذا دبلوماسي اجنبي بيفتحوله له اذا أجل سياح بيفتحوله اذا عربي استنى شويه بيخليك تستنى ساعات طويله فكيف دخل الحافله اللي كانت تقل اذا كانت الكاميرات بالشغل. بدون الكاميرا فهم بيكذبوا لانه عارفين الكاميرا راح تكشف انت تقرا كدا. بدايه بدايه تمويه القصه بهذه طيب نحقق مطالب نحقق مكاسب على الأقل لمصلحة القادم بما سيكون هل هذا, يعني هذا واقعي ومنطقي تقرأ اليوم يعني أنا أتمنى أن حكومتنا تكون قادرة على انتزاع حقوق ومكاسب من العدو الصهيوني لكن الأداء اللي حصل كما قلت كان أداء متواضع واللجان التحقيق لن تخرج بنتيجة بجوز تخرج اللجان بتمويه بقضية انه كان الشاب معصب ومنرفز واستثار الجندي وبالتالي بجوز احنا بعد شوي نروح نعتذر للشو اسمه <applause> للاسرائيليين عن انه استفز هذا الانسان وندفع لهم تعويض عصر. فانا بعتقد انه القضايا الاسرائيليه مشهود لهم دائما بالتحايل وباللف والدوران وكل الجرائم اللي ارتكبت وما هي نتائج التحقيق التي اسفرت عن ادانه الجانب الصهيوني في يعني في تاريخ طويل جدا آه انا بعتقد انه احنا يعني الان آه امام آه يعني آه حاله آه اردنيه يجب ان يلتف الجميع لموقف واحد لكن يجب على الحكومه ايضا ان تراعي آه البعد الشعبي وان تحافظ على هيبه البرلمان لا. وان لا تحرق البرلمان بهذه الصوره طيب التي حصلت نقبل اعتذار مباشر وعلني ومن ثم تعويضا ومن ثم يعني أعتقد هذا امر مفروض ان يكون هناك اعتذار مباشر لكن مكتب بيريز اعلن انه هو لم يعتذر قبل آه نعم. اه يعني نعم. قالوا ما اعتذرناش واذا كنتوا انتم فهمتوا هذا الحكي انتم ما مش صحيح يعني وزراؤكم وحكومتكم بتالف عليه الاعتذار يعني هو مسؤوليه اي واحد بيعتذر بتحمل مسؤوليه لانه ايوه الاعتذار ينبني عليه طبعا يعني شيء اخر لكن احنا ما طلبناهم يعني بطرد السفير ولا زي ما قال سبعه اطردوا السفير من الرابيه لعبدون لكن احنا بدنا على الاقل يعني مطلب بسيط كان ممكن ان يريح الشعب الاردني، بتقدرش عليه الحكومه انها تفرج عن جندي قضى يعني عمره وقضى م. محكوميته وانتهت. ليش حتى الان موجود؟ هذا كان ممكن ان يمثل مخرج، اضافه لمطالبه اسرائيل بالمحافل الدوليه وتضييق التعاون الامني مع اسرائيل والتعاون الاقتصادي، عندنا الان اسرائيل بتاخذ عكس ما بيقولوا انه بيعطونا مياه، اسرائيل تسرق مياه الاردن الجوفيه كلها من خلال ابار تحفرها من العقبه وحتى شمال الاردن اسرائيل بتاخذ الأردن. المياه النظيفه اللي بتوصلنا من حوض الديسه وبتعطينا مياه يعني معروف هيها مش شاهد عليها يعني كميات المواد اللي بنقي فيها في محطه زي اسرائيل المحطات المدن الصناعيه كل العماله اللي بتيجي من عندنا والكهرباء اللي بتنصرف من عندنا بتصدر قاعده الى اوروبا ومنتجات اسرائيليه من الاراضي الاردنيه موضوع اللاجئين زي ما حكى الدكتور سعيد واضح جدا انه الان أن بتحاول تدفع باتجاه مفاوضات لتوطين اللاجئين في الاردن طيب تتفق مع الاعتذار والتعويض وال تحسين الظروف ياري. هذا يا ريت يا ريت طيب دكتور سعيد اعتذار تعويض وتحسين الظرف العام مكاسب قد نتمكن من تحقيقها اذا ما اردنا ذلك وانا معي دقيقتين فارجوك بدي بعجاله لا لا هو ما دام بدك دقيقتين لا احنا في في سياق هذا الذي يجري بلاش تصير قصه استشهاد الزعيتر فرصه وكانه تدفع الناس لقبول بالاتفاقيه يعني في خضم الاسئله الفرعيه الجزئيه نقبل بالاعتذار ونقبل بكذا يجب ان يبقى واضحا بالذهن ان الاتفاقيه بحد ذاتها مرفوضه وبالتالي كل هذا الحديث الحركة الشعبية الأردنية جاءت في السياق لتقرأ هذه الواقع ليس من معالجتها بشكل طبيعي مع دولة عادية لا يبقى لتراكم الغضب الأردني م. باتجاه الوصول إلى لحظة إلغاء هذه الاتفاقية وتصويب هذا الخطأ التاريخي الذي وقعت فيه الأردن ومصر ومنظمة التحرير هذه مسألة هامة جداً طيب. هذه القضية الجزئيات باعتراف باعتقادي مدخل م. إن لدفعنا للتنازل عن القضية عن العنوان الرئيسي إلى تفصيليات، هذا في خض... لكن أنا في خضم المعركة اليومية ممكن أطالب بمطالب جزئية دون أنسى للحظة دون أنسى للحظة في أن تقبل حاسم أنا بسؤال و بنعم أو لا، هل ترى أن الحكومة تسعى للحصول على مكاسب مما حدث؟ أنا باعتقادي لا, لا وفشلت يعني هي كان أمامها فرصة وفشلت أن تتعامل بمسؤولية م. توحد الأردنيين حول موقف بالحدود الدنيا طيب ولكنها فشلت, فشلت مهندس مروان نعم أو لا قادر الحكومة أنا ترغب الحكومة ستسعى الحكومة أنا أتمنى أن تسعى الحكومة إلى هذا لكن لا أعتقد أن لدى الحكومة إرادة أو قوة او رغبه في ان تمارس مثل هذا الدور استاذ انا بظن تقدر الحكومه وانا بظن اذا كان في هناك عقلاء في البرلمان يعيدوا النظر لانه لسه التحقيق ما صدر ما نتائج التحقيق ما صدر ممكن يكون في فرصة إضافية أو جديدة لإعادة اللحمة الوطنية بين الحكومة والبرلمان والخروج ببعض المطالب بغض النظر أي مطالب ممكن أي مطالب يتفقوا عليها كل الأطراف ممكن يخرجوا بمطالب لكن السعي الدؤوب للحصول على مكاسب ما حدث بأي طريقة لازم أنا بدي أشكركم كل الشكر ضيوف الكرام وقت انتهى شرفتوني بحضوركم شكرا جزيلا إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة الليلة من نبض البلد اللقاء يتجدد بكم السبت المقبل رؤية كانت ولا تزال واستبقى دائما معكم منكم وإليكم تصبحون على خير.